باش عباد يسالوا فيا اسكو موتوريزاسيون فولفو موتوريزاسيون جيلي ولا موتوريزاسيون شنو باهتم نعلمكم اللي جيل راه ديزيكيبمون دو سيكوريتي هايلين برشا باش نحكيو عليهم الكل في الانتيريور تاع الكهرباء. كيما برشا منكم طلبوا مني كيما نوعدكم اليوم باش نحكيو على نوفيل جيلي جي اكس 3 اون فينيسيون بواط اوتوماتيك ولا بواط مانويل. نحكيو على كاركتيريستيك نتاعهم افونتاج انكونفينيون وكل شيء يخص السيارات هذوما. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تعمل ابوني للشين يوتيوب وتابعنا في ندخل باج فيسبوك وندخل باج انستغرام. ديريكسيونيل من داخل نجيو لهنا نلقاو السيناتور جي اللي كان قاعدين نشوفو فيها. باهي لهنا بالنسبة للكالندر تاع الكهرباء تلقاوها كرومي على طول الكهرباء كاملة. لهنا تلقاو كان لاحظت فما برشا كروماج في الكالندر صحيح باش يخلي كهرباء اتينونت اما انا حسب ما لاحظت انا انو برشا كروماج راهي هاذي معنتها صحيح يا جيلي ديما تحاول انها تخلي الكهرباء اتينونت اما راهي هاذي برشا. باهي لهنا نلقاو اللوغو جيلي كيما قلت لكم معمول بالكبير. باهي لهنا نلقاو الفيلات باهي نمشيو عشان نمشيو نلقاو نلقاو لي جونت اون الومنيوم بارسيس كيما قاعدين نشوفو وقت كيفاه لونهم بالكري تعطيو ان لوك سبورتيف معناتها تعطيو اسبي سبورتيف اكثر. باهي نجيو لهنا نلقاو التروفيزور كيما قاعدين نشوفو فيها باش يظهرولك من الاول هما بالكربون فايبر اما هو مش كربون فايبر هذايا جست انا بياج لان كيما قاعدين نشوفو الكليموتون على التروفيزور. باهي نجيو لهنا نلقاو لاكسيام مال ليبغ على خاطر هذي فينيسيون اللي معناها البوت اوتوماتيك فيها لاكسيام مال ليبغ و ستار ستوب اما الفينيسيون الاخرى بالمفتاح ولا بالكوموند. باهي نجيو لهنا نلقاو البار دو توا ان كروس اوفر بالطبيعة باش يكون فيها بار دو توا. نكملو مع الاكستيريور تاع الكهرباء نجيو لهنا نلقاو لي فيلم تيلي فيهم ليد. باهي الكهرباء راهي ديستيني جون معنتها مش فاميليال برشا هي ديستيني الاكترية جون. باهي نجيو لهنا نلقاو رادار دي ركول ها كيما قاعدين تشوفو فيه هنا تروا كابتور وفيها زاد الكاميرات ركيل. كاميرات ركيل راهي موجودة في لي دو فينيسون البواط مانويل والبواط اوتوماتيك. باهي نجيو لهنا نلقاو سبولي هاكا اسبي سبورتيف في كل شيرة في الكهرباء. بعد ما كملنا البارتي اكستيريور توا باش نحكيكم على الموتوريزاسيون تاع الكهرباء قبل ما ندخل للانتيريور تاعها. باهي نجيب لهنا نلقاو الموتوريزاسيون تاعها 1.5 107 شفودين و 142 نيوتن متر 107 شفودين. باهي بالنسبة للموتوريزاسيون تاعها برشا عباد يسألوا فيا اسكو موتوريزاسيون فولفو موتوريزاسيون جيلي ولا موتوريزاسيون شنو. باهي كيما نعلمكم اللي جيلي ماخذة فولفو ماخذة شركة فولفو والموتوريزاسيون اللي في الكهرباء اللي معناها اليوم معمول باللي تكنولوجي نتاع فولفو. باهي وزاد فيها راهي ديزيكيبمون دو سيكوريتي هايلين برشا باش نحكيو عليهم الكل في الانتيريور تاع الكهرباء. باهي والشين دو ديستريبيسيون تاعها حديد معناتها جيلي خمت حتى كوتي مصروف وكوتي اونتريتيان دونك عملت الشين تاعها حديد. باهي نجيو لهنا حتى كنا قاعدين نشوفو لهنا كيفاش غطاوها هون معناتها شو بالنسبة للسيكوريتي الكهرباء راهي تركل عليها. كان نشوفو غادي قاعدين نشوفو فيه لون كري هاكا غادي هذاك هذاك حاجز كيما نقولو احنا حاجز ذكي باش
يعمل يحسن في العزل بتاع الكهرباء ويخلي الصوت بتاع الموتوريزاسيون ما يوصلكش كده ده انت قاعد تسوق في الكهرباء، على عكس جيلي جي سي سيس خساره فيها الصوت عالي بتاع الموتوريزاسيون مره هاديه وكان عامله حارس ما غادي باش ينقص الصوت بتاع الموتور بتاع الكهرباء. نجيب هنا نحل الكوفر نلقاو هنا الفوليوم تاعو يوصل ماكسيمال 400 لتر 400 لتر الفوليوم ماكسيمال تاعو الحقيقه موين مش خايب والكهرباء راهي ماهيش ديستيني فاميليا هذا الحقيقه الكوفر هذا بوغين فامي صغير برشا باهي نجيب هنا نلقاو اللومب اللومب هذيا باش تشعل باش تشوف الرونجمون تاعك هنا نلقاو الرونجمون باهي برشا و معناتها غارق كي دخل في يدي باهي نجي نلقاو هنا ان رونجمون اخر بهنا نلقاو تريانجل زي معروف عند شنو هاكا بهنا نلقاو هذوما لي سبياج تاع ال تاع الروت سكور بالنسبة للروت سكور هاهي روت سكور غاليت ماهيش جونتون الومنيوم لهنا نلقاو هذيا جاكيت عطاو المرة اللي فاتت عطاو بواط فارماسي في سيدي في سي سيس مرة هذي فما جاكيت باهي هذا كله بالنسبة للكوفر نتاع الكهرباء والبنكيت نتاعها ربطها بالانتيير دو تيير باش نوريك نتاو كيفاش تلقاو تو في الفيديو كيفاش بنكيت ربطها بالانتيير دو تيير. بالنسبة للانتيير تاع الكهرباء نجيو لهنا نلقاو الكونتخ طوك في كل غرفة حاجة باهية برشا بالسبيل السيميني كويغ وبالسيغ بيبيغ باللابيس كما قاعدين تشوفوا لهنا نلقاو الفيتر الكتريك من تالي موديرن محلاها معنتها الموديل نتاعو لهنا نلقاو الكوبا داخل هنايا لهنا نلقاو اونجمون اونجمون ماهوش كبير اما صافا مش خايب كاتيجوري هادي مش خايب هنا نلقاو ضو صغير يعكس الضوء يعني تالي بنجي لهنا نلقاو زوت بارلو اوت بارلو حاجه اللي عجبتني اوفر مكتوب عليها من جيلي كان قاعدين تشوفو فيها وزاده فيهم الرابيل تاع الجي حاجه باهية برشا الحقيقه نجيب القاعدة تاعها من تيلي من هنا نجيب بالنسبة للكسوة الكسوة تاعها بسيمين كبير زادا لازم عملوا غوفيتمون تاع الكونتر توخ بسيمين كبير اكيد زادا الكسوة بسيمين كبير وبالسيغ بيكيغ بالابيض بهنا نلقاو كي قاعد تشوفوا فيها وين باش تفيكسي السنتور تاعك لهنا مغطيينها مغطيينها كي بلاصة وحدها ماهمش خاليينهم برا خاطر كي يقعدوا برا الحقيقة يقلقوا برشا في القاعد بالنسبة للقاعدة نتاعها من تيلي كيما قلت لك اللورا هي ديستينيجا دونك بالنسبة بوغين فامي 5 بيرسون ولا 6 بيرسون ماهمش يقعدوا مرتاحين برشا دونك من تيلي يقعدوا زوز مرتاحين وثالث الحقيقة كيما قاعدين تشوفوا في الوسط ما عادش نخلي الاسباس الباهي اللي بحثي نجيو لهنا ما هي فيها هي لاكودوار مقدم نجيو لهنا نلقاو ورا لاكودوار فما يو اس بي يو اس بي واحد برك كانوا ينجموا يعملوا بوز فولت هاكا تدخل تولي تسري جوج تليفونات ما هما عملوا يو اس بي نتاعهم واحد برك باهي نجيو هنا نلقاو ان في رونجمون ما عادش كان قاعدين نشوفوا فيه باهي هذا هو بالنسبة للبارتي الانتيريور تلمية بالنسبة للإكيبمون سيكيورتي اللي فيها فيها كونتخول بريسون دو بلان فيها 4 إكيبمون الحقيقة عجبوني عند الآخر فيها كان حتى تعرف شنو هي تأثيرهم عليك كان تنزل على اللينك تلقاه في الديسكريبسيون فيها الإي إس سي والتي سي إس والإي بي آر والإي إم إي باش تقول لي صحيح أنا رقم فما هذا كيما قلت لك حتى تعرف شنو هي التأثير تاعهم انزل على اللينك تلقاه في الديسكريبسيون باهي كيما قلت لكم على الكونفيرونس تاع الكهرباء الكونفيرونس ديريكت تاع الكهرباء هذو اللي هما الشيري تيبو 2 والجريت وول إم 4 باهي هما كيما هذي أول ما جا عملوا ضجة كبيرة على خاطر الخدمة لونسمون نتاعهم وأنت بعد ما تكمل تفرش الفيديو قول لي أنا هي خير اللي عجبتك ما بيناتهم باهي حاجة أخرى كانت تفرش في السيستم تاع جي بي في سيسيس انزل على السيستم تاع باركو باهي باش نبداو بالانتيريور تاع الكهرباء باش نبداو لهنا باهي نجيب لهنا نلقاو الكونتر طوخ تاع البلدان القدامية كيما قاعدين نشوفوا فيه غوزو تيوب من هنا بالسيمي الكويغ ومن هنا بالسيغ بيكيغ باللابيس نجيب لهنا نلقاو لي كاتر فيتر اللي بتهي كيما قاعدين نشوفو الديزاين تاعهم هايل برشا محلاه باهي نجيو لهنا نلقاو الفيرميتور تاع البيبان هذايا مثلا كي تمشي الكهرباء تفوت 20 كم في الساعة يولي يتسكروا البيبان برا توي كي تقف من بعد تنزل على هذي على الاوفرتور يتحلوا البيبان باش نجم اللي فيه الكهرباء يحل البيت باهي نجيو لهنا نلقاو رونجمون رونجمون كيما قاعدين تشوفوا فيه من هنا تحط فيه رونجمون من هنا تحط فيه دبوزة باهي نجيو لهنا نلقاو الضوء يعكس هذايا في الليل يعكس الاضواء مش هو يشعل هو يعكس الاضواء في الليل باش الكهرباء تبدا جاي تعرف فما كهرباء واقفة
من هنا بقاو لوكبار لو كيما مانتي اللي وريتكم قبيله لهنا هاكو فيه السيناتور جيلي قاعدين تشوفوا فيها والراتيل تاع الجي حاجه باهيه برشا. بالنسبه للكرسي نتاعها ندير هنا نلقاو غير في كل بسيط الحقيقه كرسي كومفورتابل برشا حاجه باهيه برشا. ولهنا نلقاو سياج ريكلاج لومبير لومبير هو اللي يهز هذا يهز الكرسي. ولهنا تاع الدوسيي الدوسيي اللي وراي على ظهري هذا باهي. نجيو لهنا نلقاو التروفيزور الكتريك باهي مثلا انا باش نحط التروفيزور الاخر باش نبدل الكتريك من غادي كما قاعدين تشوفوا فيها من غادي زيد التروفيزور من الاخر زيد من غادي الكتريك. نجينا هنا نلقاو الريكلاج تاع لي سيت ديفار ولهنا نلقاو لونغونجمون. نجيو لهنا نلقاو هنا كود ورفة كيما قاعدين نشوفو فيه كل غرفة فيه كلها كهربا كاملة بالسيربيكي. لهنا نلقاو دو بوخت موبلي هاكا واحد غارق واحد طالع شوية. نلقاو هنا الفرنامة الفوتيو زادا بالنسبة للبواط فيتيس معناها لي مادي بواط مانيول سانك رابور. لهنا نلقاو لي اس بي وفي البواط اوتوماتيك تلقى المود سبور وتلقى زادا الايدو ديماراج او ديسونت اي ديماراج اون كوت معنتها الكهربا كي تبدا في صعدة ومتحبش توخر بيك تنزع الفلسة هاذيكا ما تقدم كلمة تند انت تخرج بالكهرباء. باه لهنا نلقاو الجي 12 فولت هذا اليو اس بي. باه نتعداو توا للإكران الإكران هذايا الكبر تاعو 8 بوس. باه لهنا نلقاو فيه هنا نشوف كيفاه تصور تصويرة الكهرباء حاجة باهية برشا. الإكران هو تكتيل باه مثال لهنا نلقاو فيه الراديو تنزع الراديو يجيو لي شين تاع الراديو. باه مثال نلقاو هنا لي بارامتر بلوتوث في الاندرويد وتو معنتها فيه لي فونكسيوناليتي الكل فيه حتى البلوتوث كيما وريتك قبيل في الفونوم دي فونكسيون. بين هنا هكا الميوزيك باش تحط تحط الموسيقى تاع التليفون في الكهرباء وتنجم زادا تخدمو تسكرو بهذايا تعمل ميوت. قول البلافوني يشعلو بالليل وخذ الرابيل الجي في كل في كل بلاصة في الكهرباء. لهنا ما فماش تروا ديكورتوازي. باه نجيو لهنا باش نوريك المشاريع كيفاش كما غادي تغوكي. مثلا نجي نحط مشاريع شفتو كيفاش ولا لا ليني موكس كيفاش كي ندور الفولون لينين يتحركو معاه يعطيك الديستانس قدي. باه بالنسبة للكليماتيزاسيون تاع الكهرباء لافيشاج تاعو كله في ليكرون تاكتيل.